طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع بلقيس، كفيف يسير 3 أيام متواصلة هربا من الحرب في قريته. ومن موقع العرب الجديد، أطفال يمنيون لم يخرجوا من منازلهم للاحتفال. هل تلعب السياسة دورا في تحديد يوم العيد في الدول العربية؟ أهلا. السفينة الإيرانية التي اتهمها الصيادون اليمنيون أنها قتلت زملاء لهم في وقت سابق، وجهت نداء استغاثة للتحالف وفقا لموقع المصدر أونلاين، ولكن لماذا؟ وفق عنوان الموقع، الراسية قبالة سواحل الحديدة، إخلاء أحد أفراد سفينة الموت الإيرانية سافيز إلى مستشفى سعودي. وقال الموقع نقلا عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن التحالف استقبل نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية سافيز، والتي تقع شمال غرب ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلا بحريا نتيجة تدهور حالته الصحية على متن السفينة. وأوضح العقيد تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية. وكان مئات الصيادين اليمنيين قد أكدوا الشهر الماضي أن السفينة الإيرانية سافيز الراسية في عرض البحر الأحمر تتسبب بمقتل أكثر من 100 صياد يمني، وتعطي نشاط 30,000 صياد آخر، وحرمان مئات الألاف من الأسر من مصدر دخلها الوحيد، مضيفين أن استمرار تواجدها يهدد حياة ومعيشة الصيادين كونها تعد مصدرا للألغام التي تقوم عناصر ميليشيا الحوثي الموالية لإيران بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن. ما زال خبر وفاة أحد أشهر الخيول اليمنية في صنعاء متصدرا موقع يمن مونيتور منذ أيام، حيث عنون الموقع وفاة أحد أشهر الخيول اليمنية أثناء بطولة للفروسية في صنعاء. وقال الموقع توفي أحد أشهر الخيول المتميزة في الساحة اليمنية أثناء مشاركته في منافسات بطولة نادي وحدة صنعاء الثانية للفروسية. وذكرت مصادر ليمن مونيتور أن الجواد أرحب توفي بسبب تعرض الخيل لالتواء داخلي، ويعتبر أرحب واحدا من الخيول البطلة في رياضة قفز الحواجز، وسبق أن حقق العديد من الألقاب، وهو من خيول مربة الرعد للخيول العربية الأصيلة، ويتميز بموهبة في قفز الحواجز ناهيك عن كونه من خيول الجمال العربي. ومنذ سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي شهدت الرياضات المختلفة تدهورا، وتوقفت العديد من الأنشطة، وتحول الرياضيون اليمنيون إلى سائقي باصات نقل وعمال بالأجر اليومي، فيما اختفى عدد منهم نهائيا. اليمن بين فساد المتنفذين وآمال التحرير. تحت هذا العنوان كتب عثمان الأهدل مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: ما يحزننا اليوم هو أن اليمن أصبح في كثير من مدنه بلد أشباح تفوح منه رائحة الموت، يتخطف فيه أرواح الناس بقذيفة أو بمرض سببه الجوع والعطش. حتى صنعاء العاصمة التي يعتقدون أنها في أطيب حالها ليست ببعيدة في مأساتها عن غيرها، فتجد معلمات ومعلمين يتساقطون أثناء تأدية أعمالهم، وغير ذلك من المآسي التي لا تحصى. لم يعد اليمن سعيدا كسابق عهده، فقد أعيد إلى وضع ما قبل 100 عام خلت. والأدهى والأمر تعاطي بعض أبنائه مع الوضع الراهن دون اكتراث سوى بمنافعهم، ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط. وللأسف لا يزالون في غيهم وطغيانهم، واليمن في أصعب حالاته ككيان ووجود على الخارطة. وأخشى ما أخشاه أن يأتي يوم نقول فيه كانت هنا دولة تسمى اليمن. ما يحدث في اليمن في وقتنا الحاضر هو نتاج تراكمات لسنوات طوال من الفساد الإداري الذي أعطب أجهزة الدولة حتى أصبحت آيلة للسقوط.
غير قادرة على تلبية حاجيات الشعب الأساسية مع هزال عملتها النقدية، مما أدى إلى تضخم في الأسعار أثقلت كاهل الشعب. ولم يكن ليصل الوضع إلى هذا السوء لولا التطبيل للمخلوع، سواء على مستوى الفرد أو الإعلام الذي كان يطبل ليلا ونهارا وتسويق الباطل على أنه الحق. اليمنيون حيثما حلوا يحدثون طفرة اقتصادية، ولو كانت الحكومات التي تعاقبت على اليمن من بعد الرئيس الحمدي حكومات وطنية لكان اليمن الآن في مصاف الدول الغنية. ولكن تعاقب الظلم والاضطهاد على مر عقود حال دون ذلك، لماذا لا يستغل ذلك في تهيئة المناطق المحررة بدلا من نشر الفوضى والذعر بين الآمنين الحالمين بالاستقرار؟ إنه زمن الهروب الكبير والنجاة بالحياة، حيث يسرد موقع قناة بلقيس قصة كفيف ظل 3 أيام يمشي هربا من ميليشيا الحوثي، وعنون الموقع: مشى ل3 أيام كفيف يمني يتحدث لبلقيس عن رحلة نزوحه القاسية. وقال الموقع إنه وفي عز أيام الصيف وحرارة الصحراء القاحلة قرر الحاج اليمني الكفيف عمر ودون سابق إنذار النزوح والهرب من رصاصات الحرب الغادرة في منطقة بني حسن بمحافظة حجة، هناك قرب مديريات حيران وحرض وميدي. تلك المناطق كانت قبل أن تلطخها الحرب قرى وديعة هادئة تلامس قلوب ساكنيها، حتى أصبحوا فجأة يرقبون المكان كل يوم لعلهم يحظون بمعجزة تعيد لهم أمل الحياة في مساكنهم التي أكلت عليها الحرب سنوات من الدمار والقصف. ظل الحاج عمر مع زوجته في بني حسن منذ البدايات الأولى لحياتهم، كان أعمى ولا يجد من يسانده إلا زوجته التي رفضت النزوح في بدايات الحرب وبقيت معه لا تخاف إلا عليه. بعد أن غادر كل جيرانهم ظل عمر وزوجته وآخرون في بيوتهم، لم يجدوا مأوى إلا في منازلهم العتيقة ذات الأبواب الخشبية المتواضعة. ومع مرور أكثر من 4 سنوات من الحرب واقترابها من منازلهم، قرروا الهرب والنجاة. قال الحاج عمر بأنه استمر في السير مع زوجته ل3 أيام متواصلة مشيا على الأقدام من منطقة بني حسن حتى وصوله إلى عبس. وأضاف عمر لبلقيس وهو يحمل كيسا على ظهره: مشيت لمدة 3 أيام وأنا والله لا أجد حتى ريال في جيبي، وكلما حاولت مع أحد ليحمل أثاث منزلي يطلب مني مبلغ 70 إلى 80 ألف، وأنا أعمى لا أجد ولا أرى شيئا. إلى موقع عدن الغد، والذي عنون في صفحته الرئيسية: مهرجان للخمير بالمكلا. وفقا للموقع فقد شهدت مدينة المكلا اليوم مهرجانا للخمير والخمير الحضرمي، وهو عبارة عن فطائر محلاة تباع في محال شعبية وتعتبر واحدة من أهم الوجبات الشعبية في اليمن. وللعام الثاني على التوالي يقام هذا المهرجان، حيث يقوم المشاركون فيه وبشكل جماعي بتناول الخمير مع الشاي. وتشتهر حضرموت بصناعة الخمير أو ما يعرف شعبيا بالباخمري. الفن مهنة فقط، تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. كرس بعض الفنانين من مخرجين وممثلين ومطربين وكتاب شعبيتهم الجماهيرية للترويج لمواقف سياسية كان من نتائجها تحليلهم القتل والتدمير، مع أن أغلبهم لم تكن لديهم اهتمامات سياسية إلا كموضوعات درامية اعتمدت غالبا على النقد الساخر، شمل بعضها المسؤولين، ما عزز لدى جمهور المتفرجين صورة للفنان توحي بالنزاهة والجرأة. ثم جاءت سنوات الربيع وحصل الصدام بين السلطة والشعب، انعكس على الفن بشكل دراماتيكي وأدى إلى انفصال كامل بين الشخصية على الشاشة والشخصية الواقعية. الخطأ الذي وقع فيه المشاهدون هو الاعتقاد أن الصورة الدرامية للممثل متطابقة مع صورته الواقعية، بمعنى أن الممثل الذي ينادي على الشاشة بالحرية لا يدعو إلى قمع المظاهرات المطالبة بالحرية ولا إلى إبادة قرى ثائرة. اعتبر مثقفو السلطة أن المشاهدين جمهور من المغفلين حسب مقولة القانون لا يحمي المغفلين. هذا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه المشاهدون عن حسن نية بات مفهوما،
ما دام أنهم يجهلون قانون الفنون، ما أدى إلى الخلط بين الممثل الذي يناطح السلطة والشخص المنبطح للسلطة، بين الوطني الذي يدافع عن الشعب على الشاشة والشخص الذي يلهج بوطنية النظام في القتل. هذه المرحلة طويت وانكشف من انكشف، لم تعد هناك خدع يمارسها الفنانون ويتبارى مثقفو الأنظمة لتبريرها، بات هناك انسجام بين الدراما على الشاشة والدراما في الواقع. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الفن مهنة فقط؟ وهو سؤال لا يعنى بأداء الممثل وحده، بل بالعملية الفنية بمجملها، الفيلم السينمائي والمسلسل التلفزيوني وغيرهما من الفنون، بما تحمله من نظرة إلى الحياة والحقيقة والبشر والإنسان والعدالة والحرية، ما الموقف منها؟ سلبت ميليشيات الحوثي سكان صنعاء والمناطق الخاضعة لها فرحة العيد أو عيد الفطر المبارك، بعد أن أجبرتهم على إكمال الصوم يوما آخر بعد رمضان، خلافا لما كانت قد أعلنت عنه الحكومة الشرعية ووزارة الأوقاف العاصمة المؤقتة عدن من ثبوت رؤية الهلال، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط التي عنونت: الحوثيون يسلبون اليمنيين فرحة العيد ويقتادون المئات للمعتقلات. وأثار قرار الميليشيات الحوثية استياء عارما في عموم المحافظات الخاضعة للجماعة، مما جعل الألاف من سكان صنعاء وإب والحديدة وتعز ودمار وعمران يجاهرون بيوم عيدهم، رغم حملات القمع الحوثية التي أسفرت عن اعتقال المئات في سجون الجماعة بصنعاء. وأكد شهود في صنعاء أن الجماعة الحوثية حشدت ميليشياتها برفقة عربات عسكرية أمام بوابات المساجد في صنعاء والجبانات لمنع السكان من أداء صلاة عيد الفطر. وتفيد الصحيفة: دائما تحرص الجماعة الحوثية على تطويع السكان وفق أجنداتها الطائفية منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء. بجانبها، علقت صحيفة العربي الجديد حول جانب من جوانب العيد في اليمن وعنونت: أطفال يمنيون لن يخرجوا من البيت. وقالت الصحيفة: يستقبل اليمنيون عيدا جديدا لا يختلف عن الأعياد التي مرت خلال السنوات الأربع الماضية. كثير من العائلات التي تعيش في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين تعجز عن توفير احتياجات العيد وتتعامل معه كيوم عادي لا يختلف عن بقية الأيام. تقول النازحة أم سليمان محمد إنه لا خروج لها أو لأطفالها يوم العيد بعد عجزها عن شراء ثياب جديدة لهم. وتوضح للعرب الجديد: معظم الأطفال في المناطق سيرتدون ملابس جديدة وسيحصلون على المال والحلويات، وسيتألم أطفالي في حال خرجوا من البيت. بطل المجهول بطل ليفربول، تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط. وفقا لدراسة نشرت الأسبوع الماضي، فإن رياضيا بارعا يمكن أن يؤثر في الرأي العام بما يفوق مئات من رجال الدين والدعاة المحترفين. عنوان هذه الدراسة: هل يمكن للتركيز على الشخصيات المشهورة أن يخفض التعصب؟ ركز الباحثون على بروز محمد صلاح لاعب كرة القدم الشهير في نادي ليفربول، وكيف أثر على موقف مشجعي الفريق ومتابعيه بشكل عام تجاه الإسلام والمهاجرين. وقد اختير صلاح بالتحديد لأن هويته صريحة، اسمه وشكله، فضلا عن مجاهرته برموز دينية معروفة مثل سجوده في الملعب بعدما سجل أهدافا نادرة. تقول الدراسة إن جرائم الكراهية في منطقة ميرسيسايد موطن نادي ليفربول قد انخفضت بنسبة 19%، بينما لم يلاحظ تغيير على أنواع الجرائم الأخرى. وجدت الدراسة أيضا أن التغريدات المعادية للمسلمين التي ينشرها مشجعون للنادي قد انخفضت بما يقارب النصف. في نفس الوقت تقريبا، أعلنت رابطة العالم الإسلامي عن وثيقة مكة التي تبنها نحو 1000 من علماء المسلمين اجتمعوا في مكة المكرمة. من يتأمل محتوى هذه الوثيقة سيجد أنها أغفلت تحديد خطط العمل والجهات التي ستتولى إدارة المهمة. ونعلم أن أي دعوة لا تتحول إلى برنامج عمل ولا يتحدد المسؤول عن تنفيذها، فإنها على الأغلب ستنتهي كخبر تنشره الصحف في اليوم التالي ولا شيء أكثر. لقد تعمدت افتتاح المقال بتفصيل القول فيما أظنه نموذجا مختلفا في علاج أبرز القضايا التي تناولتها وثيقة مكة، أي الإسلاموفوبيا.
جوهر هذا النموذج هو إزاحة العلاقة من زاوية المواجهة والنقاش المباشر إلى زوايا مشاركة، والتركيز خصوصا على ما يمكن للمسلمين أن يتفاعلوا فيه مع غيرهم باعتبارهم بشرا لا باعتبارهم أصحاب أديان أو مبشرين. جوهر هذا النموذج هو إزاحة العلاقة من زاوية المواجهة والنقاش المباشر إلى زوايا مشاركة، والتركيز خصوصا على ما يمكن للمسلمين أن يتفاعلوا فيه مع غيرهم باعتبارهم بشرا لا باعتبارهم أصحاب أديان أو مبشرين، قضايا مثل العلم والأدب والفن والرياضة. حسمت بعض الدول العربية بينها السعودية وقطر والإمارات والجزائر أمر رؤية هلال شوال باكرا معلنة الثلاثاء أول أيام العيد. في المقابل أكدت دول تضم الأردن ومصر وتونس وفلسطين أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، معلنين بذلك الأربعاء أول أيام عيد الفطر، لتشتد بعدها الحيرة بين العرب عن أسباب هذا الاختلاف في تحديد موعد العيد، كما يقول تقرير لموقع شبكة البي بي سي البريطانية والذي عنوان: هل تلعب السياسة دورا في تحديد يوم العيد في الدول العربية؟ وقالت البي بي سي أن الاختلاف في رصد هلال العيد لا يعتبر أمرا جديدا في الدول الإسلامية، إذ لم يسبق لها أن اتفقت في تحديد بداية المناسبات الدينية، كما للمذاهب دور في ترجيح أسلوب معين لرصد الهلال على آخر. وحول العيد في اليمن قالت الشبكة البريطانية: بلد واحد وعيدان، حيث أفادت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بأن الثلاثاء هو أول أيام العيد، ولم تمضي دقائق حتى أعلنت لجنة الأهلة التابعة لجماعة الحوثي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر. ويرجع الاختلاف في تحري هلال شوال إلى الوسيلة المتبعة في تحديده، فالبعض يتبع الحسابات الفلكية بينما يعتمد آخرون الرؤية بالعين المجردة، في حين يستند آخرون إلى المناظير الحديثة، وتأخذ بعض الدول بكثير من أو تأخذ بأكثر من وسيلة. بكين وواشنطن وعودة المحاور تحت هذا العنوان، كتب عبد الرحمن الراشد مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في جزء من المقال: ما هي الحرب الباردة لمن لم يدركها أو لا يتذكرها؟ كانت جملة حروب بأسلحة تقليدية لا تنخرط فيها القوتان مباشرة بدأت منذ الكونغو وجنوب شرقي آسيا وإندونيسيا، وكانت منطقة الشرق الأوسط المسرح الأوسع للحروب الصغيرة، والأرجح أن صراعات القوى العظمى ستكبر فيها لاحقا. فالخلاف الروسي الأمريكي في أوكرانيا والقرم كان سببا للتدخل الروسي الأخير في سوريا واستمرار الحرب بين موسكو وواشنطن هناك إلى اليوم. ماذا عن تجنب الأحلاف الذين يعتقدون أن في العالم مكان للحياد مخطئون؟ فحركة عدم الانحياز التي قامت خلال الحرب الباردة وبلغ عدد الدول المنضوية تحتها 120 عدا أنها كانت مجرد لافتة بلا تأثير، فإن معظم الحكومات الأعضاء منحازة برغباتها أو من دونها آنذاك. عرفنا الصين في سنوات البناء والاستعداد لموقعها العالمي دولة محايدة جدا تحاشت الصدام، ونجحت في عدم التورط في الحروب على الرغم من النداءات ومحاولات الاستنجاد بها. لكن من يدري بعد معركة هواوي إن كانت بكين راغبة في الاستمرار في سياستها القديمة الحيادية، أم ستكشر عن أنيابها وتتبنى مواقف صريحة في النزاعات وتعمل وفقها. جولة بين أحداث الأسبوع عبر صور التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية من مناطق مختلفة حول العالم، نتابع. We'll be right back.
المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. متابعة الصور. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من كشك الصحافة. عيد فطر مبارك وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.